في الحديدة دشنت مبادرة ألف باء التطوعية مشروع الزي والحقيبة المدرسية في المناطق المحررة جنوبي المحافظة، واستهدفت المبادرة الطوعية 608 طلاب من الأيتام بمديريتي حيس والخوخة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المبادرة للمساهمة في دعم القطاع التعليمي. نحن في السلطة المحلية نشكرهم الشكر الجزير على هكذا مبادرات، ونشد بأزرهم وإلى الأمام، ونطالب المنظمات أن يحدوا حذوهم في مثل هذه المبادرات الإنسانية الطيبة، ولا سيما وأن الأيتام يستحقون مننا كل اللفتة الكريمة من كل جهات المجتمع، ليست على مستوى السلطة فقط وإنما على هكذا مبادرات إنسانية طيبة. المشروع الذي انطلق بمبادرة شبابية تهتم بالتعليم وهي مبادرة ألف باء، طبعا المستهدفين 608 طالب وطالبة من أيتام حيس، من مديرية حيس والخوخة. واليوم نحن ندشن ونحتفل بتدشين كمرحلة أولى، وإن شاء الله المشروع القادم سوف يكون الكتاب، توفير الكتاب المدرسي، الكتاب الذي النواقص الذي لم تطبعه الوزارة. الآن مع ظروف الحرب والحالة المعيشية، فالطالب بحاجة إلى الحقيبة وبحاجة إلى الدفاتر لاستكمال العملية التعليمية، ونريد الاهتمام كذلك ببناء المدارس والمدرس، حيث أن المدرس يعتبر هو الركيزة الأساسية بالنسبة للتعليم. فإذا لم يكون الاهتمام بالمدرس والطالب والكتاب المدرسي، ثلاث حاجات المفروض الاهتمام بها لأجل رقي العملية التعليمية، وبالإضافة إلى أن مع ظروف الحرب يعني حالة الناس المعيشية يعني قد تكون تحت الصفر.